السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية من قناة العيون، والتي نبدأها بأبرز انطلاق أشغال الملتقى الوطني الرابع حول واحات المغرب الصحراوي يوم أمس بإقليم الصزاج. والمحطة الإذاعية الجهوية للعيون والداخلة تشرعان في تمديد بث برامجهما إلى 24 ساعة متواصلة. وضمن نشرة الليلة ندوة وطنية بالداخلة حول موضوع الاجتهاد القضائي في تسوية المنازعات الإلكترونية. أهلا بكم من جديد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور أوكوهيتو إمبراطور اليابان وصاحبة الجلالة الإمبراطورة ميتشيكو، ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد صاحب الجلالة الإمبراطور أوكوهيتو. أعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانيه وأصدق متمنياته لإمبراطوري اليابان ولأسرتهما الإمبراطورية الجليلة بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق بمزيد من التقدم والرخاء. أهمية المجالات الواحية التحديات الاقتصادية والمجالية سبل رفعها شعار يؤطر أشغال الملتقى الوطني الرابع حول واحات المغرب الصحراوي الذي انطلقت أشغاله أمس بإقليم آسازاك، تظاهرة ينظمها مركز الشباب الصحراوي للإبداع الاجتماعي بهدف تسليط الضوء على إشكاليات تنمية الواحة. وزير الثقافة والاتصال بمعية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقدم أشغال اليوم الافتتاحي لهذا الملتقى في المتابعة حافظ محضار المصطفى محمد المصطفى خية وجمال الخصاص. في مسعى للوقوف على الإشكاليات الآنية التي تعرفها التنمية الاقتصادية والمجالية بواحات الجنوب المغربي، تلتئم أشغال هذا الملتقى الوطني في نسخته الرابعة حول واحات المغرب الصحراوية، ملتقى ينعقد بحضور مسؤولين وأكاديميين وخبراء ومهتمين قصد توفير أرضية للنقاش البناء والجاد والمسؤول حول مختلف التحديات التي تعترض تنمية الواحة من خلال إثارة مواضيع متصلة بتشخيص الإمكانيات المتوفرة. هذا الملتقى له راهنيته وله أهميته، خصوصا وأنه أولا يشتغل على إبراز الموروث الثقافي المادي وكذلك اللامادي، ثانيا هذا الملتقى يدعو إلى تثمين وتصنيف هذا الموروث الثقافي. أنه من خلال هذا الموروث الثقافي المادي أن نعمل على استثماره في مجالات سواء على المستوى الدراسات أو الأبحاث أو كذلك على المستوى المجالات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية التنموية والمالية. النسخة الرابعة الآن أخذت على عاتقها يعني طرح إشكالية مهمة، ألا وهي إشكالية التنمية بالمجالات الواحية التحديات الاقتصادية والمجالية وصعوبة رفعها، يعني من منطلق أن هناك فعلا واقع معين تعيشه هذه الواحات بإيجابياته بسلبياته، وبالتالي فرض علينا نحن كباحثين كمثقفين كنخبة أن نطرح للنقاش هذه الأرضية من أجل إيجاد حلول بديلة. وبالتالي مركز الشباب الصحراوي فكر في مشروع سيخرج قريبا الى حيز الوجود، الا هو بلوره يعني استراتيجيه عمل وفق واحد التصور ينبني على جعل مدينه اسا مدينه واحديه في فوق 2025. المشاركون في اشغال هذا الملتقى الوطني من خبراء واساتذه جامعيين ومسؤولين قطاعيين يؤطرون على مدار 3 أيام من عمر هذه التظاهره مجموعه من الورشات والجلسات العلميه التي تبحث في مختلف الاشكاليات والاكراهات التي تؤثر على تنميه المجالات الواحيه واستراتيجيات تثمين منتجاتها المحليه. المشكل اللي مطروح هو ما هي الصياغ الكفيلة من حيث هي كذلك بالمساهمة الفعلية في تنمية الواحة على مختلف الواجهات والإشكالات المطروحة، كيف يمكن لمفهوم التراث أن يصاغ صياغة علمية بعيدا عن الماضي ولكن أيضا في ارتباط الماضي بالحاضر، وكيف يمكن لمفهوم التراث
أن يؤخذ في شكله البنيوي الهيكلي المحيط يعني الشمولي الذي يخدم جميع القطاعات التنموية. حضور جامعة ابن زهر وكلية الأدب والعلوم الإنسانية يتجلى من خلال التأطير ومن خلال تقديم مجموعة من الأبحاث ومجموعة من المحاضرات ومجموعة من المؤلفات التي تخص هذه المنطقة التي كما بين هذا الشباب وهذا المنتدى أنها تعرف مجموعة من الاختلالات البيئية، الاختلالات المتمثلة في تدبير لم يعد عقلاني في هذا الوقت، لم يعد عقلاني للموارد الطبيعية للموارد البيئية بشكل عام. وفي هذا الإطار تم افتتاح هذه السنة مركزا للبحث حول مختلف الخصوصيات التي تتميز بها المنطقة. تظاهرة وطنية تشكل على العموم مساهمة إذن في نقاشات العمومية التي تسائل مختلف الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة في تنمية الواحات، وتبحث في عمق الإشكاليات التي تقف عائقا أمام تطور هذا المجال من خلال مقاربة التصورات ونتائج أبحاث عديد الفاعلين والمهتمين والخبراء في المجال. وعلى هامش زيارة السيد محمد العرج وزير الثقافة والاتصال المكلف بتسيير قطاع التربية والتكوين لمدينة أسا، تفقد أمس قاعة الندوات والعروض التي انتهت أشغالها والتي تعد بنية ضخمة تعزز المنجزات التنموية على مستوى إقليم أسا زاك. قاعة كبرى بمواصفات جيدة ستشكل إضافة نوعية في إظهار الإشعاع الثقافي للمنطقة، حيث ستمكن من احتضان كبرى الملتقيات والعروض ذات الصبغة الجهوية والوطنية. وفي سياق آخر، قام وزير الثقافة والاتصال المكلف بمهام وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيد محمد العرج صباح اليوم السبت بقليميم بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين المهني بقليميم. وكان مرفوقا خلال الزيارة بوالي جهة قليميم وأدنون وعدد من المسؤولين. حافظ محضار علي الكبش وجمال خصاص. سياسة التتبع والمواكبة لسيرورة العملية التربوية بالمؤسسات التعليمية تكرس هنا بإحدى البنى المؤسساتية. أجواء والمواد المتوفرة لتهيئ الظروف اللائقة لإنجاح رحلات التحصيل والتمكين من أساسيات المعرفة يتم الوقوف عليها. التكوينات المهنية لفئة الشباب في تخصصات عدة، وما تتيحه معاهد التكوين المختصة المعززة للعرض التعليمي التكويني يماط اللثام عنها لتقييم الحصيلة ومدى نجاعتها وفقا لمتطلبات سوق الشغل. هذه الزيارة تأتي في إطار أولا التواصل مع الهيئة التعليمية سواء داخل المؤسسة التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية أو كذلك على مستوى مؤسسة التكوين المهني، أولا للمعاينة عن قرب وتتبع مدى تطبيق الإجراءات الإدارية التي اتخذت سواء من طرف وزارة التربية الوطنية أو مديرية التكوين المهني، وبالتالي كذلك الاطلاع ربما على بعض الإشكاليات أو بعض الحاجيات في هذا. ولكن لنا اليقين أن أول على المستوى نسبة تمدرس هو نسبة وصلت إلى مستويات عالية، رقم قياسي أن نسبة تمدرس وصلت إلى 98%. كذلك وجدنا أنه في إطار مؤسسة التكوين المهني العديد من التخصصات اللي هي واعدة بالنسبة للمستقبل، وبالتالي نحن متفائلون بسير المؤسسة التعليمية في هذه الجهة سواء على مستوى مؤسسة تابعة لوزارة التربية الوطنية أو مؤسسة تابعة للتكوين المهني. زيارة تتبع لسير العملية التعليمية التكوينية كما لمواكبة مدى التزام الصاهرين على تدبير المؤسسات التعليمية من بلورة الإجراءات الإدارية منسجمة مع رؤية قطاعية للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم. في الشأن الإعلامي، شرعت محطة والإذاعة الجوية للعيون في تمديد بث برامجها إلى 24 ساعة متواصلة، وقد نظم حفل بالمناسبة أقيم مساء اليوم بمقر الإذاعة بحضور مسؤولين بالإذاعة الوطنية وشخصيات أخرى. الحفل كان مناسبة أيضا للحديث عن الإذاعة التي أنجزتها أجيال من الصحفيين والتقنيين والإداريين
الذين عملوا في هذه المحطة خلال العقود الماضية، محمد الفيرس ومحمد من لا يخاف، مولود من لا يخاف، ومعهما المزيد. هذه إذاعة المملكة المغربية بعيوني الصاغية الحمراء، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. حدث غير مسبوق بالنسبة للقطاع الإذاعي بالأقاليم الجنوبية، التزاما بالمقتضيات القانونية واستجابة لرغبات المستمعين. سيتم العمل بالبث المتواصل لمدة 24 ساعة بإذاعتي الداخل والعيون، تألق متجدد يعتبر استمرارا لمحطات سابقة تركت بصمات هامة في تاريخ الإعلام الوطني منذ إنشاء إذاعة صوت التحرير والوحدة بطرفاية في منتصف سبعينات القرن الماضي، وحمل إذاعة العيون للمشعل بعد ذلك، ودورها البارز في الدفاع عن الوحدة الترابية ومواكبة المسار التنموي المحلي. التزاما بمقتضيات دفتر تحملات الشركة الوطنية لإذاعة التلفزة، ونزولا عند الرغبة الملحة لمستمعينا، هذا البث المستمر تتخلله برمجة موسيقية في انتظار أن نعزز هذه الحصة الإذاعية الإضافية ببرامج وأخبار، وذلك في المستقبل القريب إن شاء الله. اليوم أصبحنا أمام نتوفر على إذاعتين، إذاعة الداخل الجهوية وإذاعة العيون الداخل الجهوية، بعدما كانت عندنا محطة العيون الجهوية ومحطة الداخلة. وطبعا الآن ما بقيناش غادي نتكلموا على محطة جهوية، وإنما على إذاعة جهوية، لأن كل إذاعة من هذه الإذاعتين عندهم الفريكونس ديالهم خاصة بهم، بحيث أنه الآن أصبح ممكن، وهذا هو اللي غادي الانطلاقة دياله الآن، وهو البث ديال البرامج ديالهم 24 ساعة على 24 ساعة. غادي يمكن المستمعين الكرام أنهم يتابعوا الإذاعة ديال الداخلة والإذاعة ديال العيون 24 ساعة على 24 ساعة، وغادي يمكن أنه يكون عندهم واحد الوفاء لهاد البرامج. ونتمنى التوفيق للعاملين في إذاعة الداخلة والعاملين في إذاعة العيون. تحديات عدة يطرحها الوضع الجديد لإذاعتي الداخلة والعيون من خلال الحاجة إلى زيادة عدد الأطر العاملة وتحسين نوعية المنتوج عبر تعزيز برامج التكوين من أجل ضمان الاستمرارية في القيام بأدوارهما الطلائعية على أكمل وجه. نتمنى عن الإدارة تأخذ بعين الاعتبار النقص بالنسبة للموارد البشرية هون في إذاعة العيون. نتمنىهم يزودونا بالأطر. الحمد لله الشباب موجود والمؤهلات موجودة الحمد لله. احنا ما لنا بخلوا شي، لنا نكافحوا لهنا نناضلوا من أجل هذه إذاعة العيون تم في إشعاعها وتم بمستمعيها الأوفياء. وإحنا الحمد لله عنا يعني عنا قاعدة كبيرة من المستمعين، ويدل على ذلك اتصالاتهم الهاتفية ورسائلهم ووفائهم لنا دائما. إذاعتا الداخلة والعيون ليستا استثناء على المستوى الوطني، بل سيتم العمل بالبث المتواصل بعدد من الإذاعات الجهوية بمدن الدار البيضاء، وجدة، أكادير، ومراكش ومكناس، خطوة هامة تمثل تحديا بالنسبة لقطاع الإعلام الجهوي بموازاة مع ضرورة مسايرة التنزيل الفعلي لجهوية الموسعة. كما انطلق اليوم أيضا بإذاعة الداخل الجهوية العمل بالبث على مدار 24 ساعة في اليوم وفق شبكة برامج تحفيز القربة والتواصل وتجويد الخدمات الإذاعية بجهة الداخل وادي الذهب. والأكيد أن الوعاء الزمني لإذاعة الداخلة الجهوية سيمكن من تلبية طلبات ورغبات فئة أوسع من المستمعين والمستمعات. فعل على أن محطة الجهوية لإذاعة الداخلة كانت سابقا تلعب دور ريادي على مستوى إيصال الرسالة الإعلامية وتكوين الرأي العام على مستوى الجهة وعلى مستوى الأقاليم الجنوبية وعلى المستوى الوطني، وبالفعل على أن استمرارية البث على مستوى 24 ساعة سيعطي دفعة قوية لهذا المنبر الإعلامي. وهذا طبعا كان مطلب لدى نحن كمراقبين وكملاحظين وكمهتمين بالشأن الإعلامي على المستوى المحلي.
حظ سعيد لإذاعتي الداخلة والعيون الجهويتين. تواصلت اليوم بالعيون فعاليات الملتقى المغاربي الثاني للقادة الشباب والمنظم من طرف شبيبة ساقية الحمراء ووادي الذهب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وذلك بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الجامعية وتنظيم ندوات تناولت الوضع الراهن ببلدان المغرب العربي. عودة لمحمد مصطفى خيا وصالح القيبي. بعد أن زار المشاركون في القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب مقر الجامعة الدولية بالعيون للإطلاع على تجربة هذه المؤسسة الجامعية في مجالات تعليمية عدة، حل هؤلاء بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهناك مغربية، حيث طرحت مجموعة من النقاط تتعلق بالإكراهات المطروحة في هذه المجالات داخل البلدان المغاربية وسبب القضاء عليها. قمنا بمداخلة تبين دور الاقتصاد كآلية لبناء المغرب العربي بناء على التجارب الأوروبية، التجربة الأوروبية رائدة، وكذلك بناء على التجربة المغربية في إفريقيا التي بينت بأن بالاقتصاد يمكن خلق مصالح مشتركة، يمكن خلق ثقة بين الأطراف، وبالتالي يمكن إنجاح عملية الاندماج السياسي. نجسد اليوم الوحدة الحقيقية التواق لها كل شباب المغرب العربي، تجسدها اليوم العيون الساقية الحمراء، هذه وحدة الاختلاف، ونتكلم اليوم ونناقش كشباب مغاربي بكل أريحية وبكل ديمقراطية في جو من الأمن والاستقرار، ونعبر عن آرائنا في هذه القمة. وعشية اليوم وبمقر مجلس جهة العيون الساقية الحمراء نظمت ندوة وطنية لرؤساء الشبيبات الحزبية المغربية تحت عنوان السياسات العمومية الموجهة للشباب، رؤية الشباب الحزبية. وعلى الأرض نقاش مستفيد حول سبل تطوير العمل الحزبي داخل البلدان المغاربية وكيفية تعزيز التواصل والانسجام بين هذه المؤسسات الحزبية. أكيد أنه السياسة العمومية اليوم هي موجهة للشباب، هي من الأولويات ديالنا كشبيبات حزبية، وأيضا اليوم بدينا كنشوفوها أيضا حتى بالنسبة يعني الحكومة أنه بدأت من دو بلوز أن بلوز كتنادي بسياسات مندمجة للشباب من خلال الخطة الوطنية المندمجة للشباب اللي كانت قبل في 2015. هي جزء من النقاش العمومي الذي انطلق في بلادنا حول السياسات العمومية للشباب. القمة المغربية للشباب وفي مدينة العيون يؤكد بأنه الشبيبات الحزبية منخرطة في هذا الحوار الوطني وواعي بأولويات هذه السياسة العمومية للشباب. هذه القمة التي اليوم تناقش محاور مهمة وقضايا مهمة من قبيل السياسة العمومية الموجهة للشباب، هذا المحور الأساسي الذي أسهمنا من خلاله في مائدة ضمت كل منظمات شبابية ممثلة داخل البرلمان حتى يمكن أن نتوقف عند السياسات بوجهها، سواء السياسة الموجهة للشباب على المستوى الوطني والسياسة العامة أو السياسات الموجهة على المستوى المحلي التي مش أنها ترتقي بأوضاع الشباب. مداخلة اليوم ركزت على السياسات العمومية الموجهة للشباب مع محاولة إيجاد حلول لمجموعة من المعيقات التي تنصب في اهتمامات الشباب المغربي، أهمها ثلاث قطاعات حيوية للتشغيل والصحة والتعليم. ومن المرتقب أن يشهد يوم الغد صياغة بيان ختامي للقمة المغربية الثانية للقادة الشباب بالعيون على أن يتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في عدد من المجالات بين المنظمات الشبابية المغربية. في موضوع آخر، نظمت المحكمة الابتدائية بوادي الذهب والودادية الحسنية للقضاء بشراكة مع جامعة البسطات ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب والمجلس الإقليمي بالداخلة والمجلس البلدي وغرفة الفلاحة بالجهة، نظموا ندوة وطنية حول موضوع الاجتهاد القضائي في تسوية المنازعات الإلكترونية. ولجهة الداخلة وادي الذهب مرفوقا بعامل إقليم أوسرد حضر افتتاح أشغال هذه الندوة. في المتابعة بكار دريمي ومحمد الداس. بفعل التطورات التي شهدتها التجارة العالمية فرضت تشكيلا شديدا من المعاملات الإلكترونية، هذه المعاملات التجارية الإلكترونية صارت عدد القانونية المتعلقة بالعقود الإلكترونية المبرمة. عدد من خبراء القانون يناقشون الإشكاليات من خلال هذه الوطنية
اختارت موضوع الاجتهاد القضائي في تسوية المنازعات الإلكترونية. اليوم طبيعة الحال هو لقاء تجمع ما هو قضائي، ما هو حقوقي، ما هو اقتصادي، ما هو قانوني، موضوع تهم الجميع. الودادية الحسنية قضاة والسلطة القضائية اليوم هي في صلب يعني القضايا الكبرى التي تشغل المواطن. الإجرام الإلكتروني، التعاقد الإلكتروني والمشاكل اللي يديرها الآن وسائل الاتصال الحديثة هي موضوع الساعة، موضوع يهم الجميع. كان لابد للسلطة القضائية والودادية الحسنية للقضاة أن يقوموا بتدارس الإشكالات التي يعيشها المجتمع والتي يعيشها المواطن الآن سواء وطنيا أو دوليا. أتمنى أن تكون هذه الندوة أن تخرج بتوصيات هامة لحل أهم الإشكاليات المطروحة في الصعيد العملي في صعيد المحاكم، وكذلك جانب النقص في جانب التشريع حتى يتسنى تعديل القوانين لتواكب هذه التطورات. يعتبر الرهان اليوم على الاقتصاد الرقمي وعلى استغلال التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق التنمية، لكن هذا الرهان تواجه عدة عقبات تتعلق بالمشاكل والمخاطر التي تصاحب استغلال التكنولوجيا، خصوصا بأمن نظم المعلوماتية ومواجهة الجرائم. استعمال التكنولوجيا هو سيف ذو حدين، يمكن أن يحقق منافع كبيرة ولكنه في نفس الوقت محفوف بالمخاطر، ولهذا اليقظة والحذر ضروري، وأساسا التعاون مع سلطات إنفاذ القانون لمواجهة هذه الجريمة المتطورة التي لا يمكن تطبيقها دون تضافر جهود الجميع، مواطن وسلطات وأجهزة التشريع. الجلسة الافتتاحية الأولى لقد نجاحا منقطع النظير بالنظر لأهمية الموضوع الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يشغل الدولة المغربية والحكومة المغربية التي أصبحت تتطرق هذا الموضوع نظرا لما تعرفه الساحة القانونية من بعض الفراغات والتي تستدعي التصدي لها من أجل إيجاد الإشكاليات المطروحة في هذا الموضوع. متميزا سنخرج ولا شك من خلاله بمجموعة من الخلاصات التي ستغني الاجتهاد القضائي في مادة الاقتصاد الرقمي وما له من مؤشرات إيجابية وما قد يثيره من منازعات خاصة في الشق الزجري المتعلق بقانون حماية المعطيات الشخصية للأفراد والجماعات. التطور في التكنولوجيا فرض مواكبة التشريع المغربي لهذا التطور الاقتصادي والعمل على تطوير التشريع المغربي ليساهم ويواكب التطورات الحاصلة في العالم الرقمي. تنمويا التام أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمقر عمالة الطرفية على طاولة النقاش خمس نقاط وفق جدول الأعمال همت الدراسة والمصادقة على المشاريع المدرجة في برنامج محاربة الهشاشة والتهميش وكذا الأنشطة المثيرة للدخل مع إعادة برمجة اعتماد مالي. وفي مواكبة هذا الموضوع علي كبش ومحمد مولود ملاخر. المخططان الإقليميان للتواصل والتكوين قيد الدراسة هنا قبل المصادقة عليهما، مخططان يترجمان حرص اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمؤهلاته في شتى المجالات، تنمية لقدرات الإنسان ماليا وترشيدها مستقبلا لبلوغ بعض من أهداف الفلسفة العامة للورش الملكي. إلى جانب هذا نقاط أخرى عكف عليها أعضاء اللجنة. تم عرض للمشاريع الهشاشة، برنامج الهشاشة، محاربة الهشاشة والتهميش، المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية، ثم بعد ذلك تم عرض لمشاريع الأنشطة المدرة للدخل، ونقطة الأخيرة تتعلق بإعادة برمجة مجموعة المشاريع على مستوى إقليم الجامعة القروية الطاح في برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي. بين نجاعة المشاريع المطروحة على طاولة الانتقاء والرهانات المستقبلية لدعم وخلق أفكار إنمائية ذي الجودة والواقع الإيجاب على المنطقة تمحورت مداخلات النقاش. ثلاث محاور يجب التركيز عليها: قطاع الصيد البحري، قطاع السياحة، وقطاع المرتبط بالخدمات، على أساس أن جميع المخططات التنمية الإقليمية
لا المحلية ولا الإقليمية اعتمدت محور السياحة اللي هو محور جد مهم، وعلى أن إقليم الطرفاية يتميز بمجموعة من المؤهلات في هذا الجانب ديال السياحة. 240 ألف درهم وزعناها على 3 مشاريع. المشروع الأول هو إصلاح حاسي وبناء بيت وترميمه، وكذلك مشروع ثاني جوج نطافي اللي هما في المركز واللي تستفاد منهم الساكنة ولخص لانهم رشاو وطاحوا والاصلاح ديالهم. والمشروع الثالث هو ربط الإعدادية بالماء والكهرباء. أما حديث الأرقام فعرج على المشاريع المقدمة للجنة من أجل تمويلها، وفي المحصلة انتقاء 3 مشاريع تستجيب للمعايير المعتمدة، حصيلة يراها غالبية أعضاء اللجنة ضعيفة، مرض ذلك عوامل عدة. كاين اللي ناقصوا في المشروع عنده مجموعة من النواقص، كاين كذلك المشاريع يمكن لأنها تطلب واحد المبالغ كبيرة، ولكن مقارنة بالسنة الماضية هو ضعيف جدا، ربما لأن كذلك نعرف على أن هناك توجيهات جديدة فيما يتعلق بالمعايير لانتقاء المشاريع واللي احنا معاه، لأنه ما يمكن شيء نهائيا نديروا مشاريع اللي يمكن في آخر المطاف ما تنجح. أعضاء اللجنة وبعد النقاش والتقييم صادقوا على نقاط مدرجة في أشغال الدورة، نقاط تسعى إلى بلورة المحاور الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الطرفاية. نختم بالورقة الثقافية، حيث توج الفيلم الوثائقي معجزات قسم بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، الذي اختتم دورته الثالثة بمدينة العيون. وقد عرض خلال هذه الدورة 13 فيلما وثائقيا قصيرا أنجز ضمن مشروع أفلام المختبر الصحرائي في إطار ورشات تكوينية لفائدة مخرجين شباب من أبناء الأقاليم الصحراوية، إلى جانب ورشة تكوينية حول صناعة الفيلم الوثائقي. سناء بناوي، صالح القيبي والحنفي بيبا. على مدى 4 أيام عرف مهرجان الفيلم الوثائقي الحساني أنشطة فنية متنوعة تمثلت في عرض أفلام وثائقية اتخذت من التاريخ والمجال الصحراوي الحساني موضوعا لها، إلى جانب ورشات تكوينية استهدفت مخرجات ومخرجين شباب من أبناء الأقاليم الصحراوية. تظاهرة سينمائية جذبت فنانين ومهتمين بالمجال من شمال المغرب نحو جنوبه لاكتشاف جمالية الثقافة الحسانية عن قرب من خلال أعمال سينمائية محلية. بخصوص المهرجان، أول حاجة كنتمنى ليه التوفيق، لأن هذه دابا السنة الثالثة، وزعما مقارنة الناس اللي كانوا من قبل مني مقارنة مع السنوات الفارطة، الحمد لله يعني كاين تحسن، كاين تقدم إن شاء الله. وحتى بالنسبة على خصوص الأفلام الوثائقية اللي مشاركة، يعني كتشوف دي برودوي اللي هما زوينين. جيت بدعوة من لجنة المهرجان ومن المركز السينمائي باش نحضر لها التظاهرة الفنية الكبرى اللي حقيقة كتميز بها مدينة العيون، وخصوصا أن المهرجان وصل لمرحلة النضج، أنه هذه الدورة الثالثة، والدليل على ذلك هو الكم الهائل ديال العروض السينمائية اللي مشاركة في المسابقة، اللي هي كتمثل في 10 ديال الأفلام. إلى قارنا هذا العام مع السنة الفارطة، كنشوفوا بأن كاين واحد النوع ديال التطور، لا من حيث عدد الأفلام المشاركة ولا من حيث نوعية الأفلام المشاركة ولا من حيث التيمات اللي كتعالجها الأفلام المشاركة. واللي في الحقيقة عجبني بزاف هو هذيك الصحراء لاب، الأفلام ديال الطلبة اللي مشاركين في هذه الورشة، فعلا كاين إبداعات. أسدل الستار على المهرجان بتوزيع جوائز تشجيعية على المشاركين في هذه الدورة الثالثة، جوائز تنوعت بين الإخراج والموسيقى والمونتاج بالإضافة إلى جائزة المهرجان. وحاز فيلم رفيق البقاء لمخرجه أحمد بوشلقة على جائزة أفضل إخراج. كنعتبرها جائزة مشرفة، أولا بحكم على هذا العمل اللي دخل اليوم هو العمل اللي مثل من الجنوب، ثانيا هو عمل بسواعد محلية 100%، وهذا كينعت عن فعلا أصبحنا ماشيين في واحد الطريق اللي نفسه
مخرجين ومنتجين سينمائيين على مستوى عالي على الصعيد الوطني. بالنسبة لهذه الجائزة كتعود لجميع المشاركين في الفيلم، كتعود للمنتج كذلك اللي كان وطني وجد وطني، كتعود للمشاركين في الفيلم اللي هما أسرى حرب، أسرى سجنوا أزيد من 20 سنة على سجون بتندوف. كنقول بأن هذه الجائزة كتعطيني واحد الطاقة كبيرة أنني نحاول نشتغل على أفلام الله. من خلال هذه الدورة هو أننا كرسنا مفهوم الفيلم الوثائقي الحساني بمختلف تجلياته، سواء إذا ناقشنا فيه المجال سنجد المجال، وإذا ناقشنا كذلك فيه الثقافة سنجد الثقافة، وإذا ناقشنا كذلك التاريخ سنجد هناك كذلك تاريخ هذه المناطق الجنوبية. وما يميز كذلك هذه الدورة أنها جاءت بعد الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أوصى بالثقافة الحسانية. حدث فني ثقافي يهدف إلى التعريف والترويج للفيلم الوثائقي الذي يعنى بالتاريخ والثقافة الحسانية، بالإضافة إلى تحفيز شباب الأقاليم الصحراوية على الإنتاج السينمائي وصناعة الأفلام الوثائقية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم خريد بن محمد عن سن تناهز 83 عاما الفقيد، ينتمي لقبيلة زرقيين شتوكة. وهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة قناة العيون بحر التعازي لابنه الزميل عياش خر راجية من الله أن يتقبله مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما انتقلت إلى المرحومة حريطة بنت عبد المجيد والعلي والغنبيج عن سن تناهز 94 عاما فقيدة، تنتمي لقبيلة ولاية درين أولاد ياسين. وانتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة جية من تباها والمحمد والتقلبوت عن سن تناهز 63 عاما فقيدة، تنتمي لقبيلة أيت الحسن أيت بوغزات، تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللحظة إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. بمدننا الجنوبية سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بالمنطقة. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله بالرباط 18 درجة منتظرة، بباقي المناطق 19 بسيدي إفني، 21 بقليميم وكذا طنطان، 18 بالزاك بأسا، 17 بالزاك، 22 بالطرفاية، 19 بالسمارة، 21 بالعيون، 20 ببكرع، و22 متوقعة ببجدور، 17 منتظرة بقلت الزمور، 19 بأم دريقة، 23 بالداخلة، 20 بأوسرد، و23 أيضا منتظرة بالقويرة. حالة البحر وعلو الموج، سيكون البحر على الساحل الأطلسي الجنوبي قليل الهيجان وستتراوح ما بين متر إلى متر ونصف. شروق الشمس يوم غد إن شاء الله على الساعة 7:44 دقيقة، والغروب على الساعة 6:00. حالة الطقس ببعض المدن المجاورة والعواصم 18 منتظرة بالرباط، 25 منتظرة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، 22 بنواذبو، و 17 مرتقبة بتندوف. ولمن فاتتهم مضامين هذه النشرة إليكم العناوين: انطلاق أشغال المنطقة الوطنية الرابع حول واحات المغرب الصحراوي يوم أمس بإقليم الصزاق. تابعنا أيضا المحطة الإذاعية الجهوية للعيون والداخلة تشرعان في تمديد بث برامجهما إلى 24 ساعة متواصلة. وفي النشرة أيضا تابعنا ندوة وطنية بالداخلة حول موضوع الاجتهاد القضائي في تسوية المنازعات الإلكترونية. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الانترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين
عبر موقع المجلس الملكي استشاري الشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون الأبل ستور وجوجل بلاي. وتلتقون مع إعادة لنشرة الأخبار غدا على قناة المغربية. نهاية النشرة وإلى اللقاء.